بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. الأهلي يتفوق على النجم الساحلي واستطلع النجم في السماء بستة أهداف مقابل هدفين، وتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة جميلة جدا، مباراة كان فيها عوامل مؤثرة جدا أدت أن النادي الأهلي يصعد إلى هذه المرحلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي حكاية حب وحكاية عشق، وحاجة من أهم الحاجات بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. 8 مرات النادي الأهلي يبحث عن التاسعة، البداية كانت في 82، وإن شاء الله تستكمل في 2017-2018. بطولة تبقى غالية جدا لكل الأهلوية. ولكن خلينا نتكلم في حاجة مهمة جدا، وللأسف في البعض بيروج عليها في كل وسائل الإعلام، سواء بقى يعني مقروءة مسموعة مرئية في كل مكان، السوشيال ميديا وكلام كتير جدا. النادي الاهلي عشان يصل الى هذه المرحله كان فيه 3 عوامل. العامل الاول قياده فنيه على اعلى مستوى، كابتن حسام البدري احسن مدرب في مصر، معاه افضل لعيبه في مصر، ما شاء الله استطاع ان هو يعمل توليفه من اللعيبه، قوام فريق بقاله سنه، مجلس الاداره ودعمه منذ 3 سنوات، والاحلال والتدعيم. حتى ما جاء كابتن حسام البدري في بدايه الموسم الماضي استطاع ان هو يفوز ببطوله الدوري ثم بطوله الكاس، ويصل الى هذا المستوى في دوري ابطال افريقيا. الكل في العامل الثاني، وهو العامل الاهم، جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دائما يصنع الفرق، جمهور النادي الاهلي يخليك تبقى اهلاوي، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيحرك الحجر، جمهور النادي الاهلي سر عظمه النادي الاهلي، سر امتياز النادي الاهلي وتفوق النادي الاهلي على مر العصور من 110 سنه منذ فكرة إنشاء نادي أهلي لطلبة مصريين يلعبوا ضد فرقة من الاستعمار الإنجليزي، كان هو سر تألقه وسر مجده هو جمهور النادي الأهلي. العامل الثالث والعامل المهم، الكل كان متخوف من لقاء النجم، ولكن مش عشان قوة فريق النجم، عشان حاجة مهمة جدا جدا جدا. النادي الأهلي داخل على مرحلة انتخابات، مرحلة الانتخابات في أي حاجة في أي مكان، حتى لو في نادي ريال مدريد، لو في نادي مانشستر يونايتد، لو في الفيفا نفسها بتعمل ارتباك. ولكن يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني إبعاد فريق الكرة عن فكر وكل كلام للانتخابات، وهو ده اللي احنا عاملينه في قناة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب تقدم بأوراق ترشحه، واحد من رموز النادي الأهلي الكبار، وواحد من أفضل اللعيبة إن لم يكن في وجهة نظر الشخصية أفضل ما أنجبت الكرة المصرية من كموهبة في الكرة المصرية. ولكن في نفس الشيء أيضا المهندس محمود طاهر وبعض المرشحين قدموا أوراق ترشحهم لرئاسة النادي الأهلي. احنا جبنا لحضراتكم كل من ترشح رسميا، ولكن قبل الماتش بيومين لم نعرض للكابتن الخطيب، ولم نعرض أيضا للكابتن أو المهندس محمود طاهر قائمته. ما استعرضناش القوائم، ما استعرضناش الفيديوهات، لأن النادي الأهلي بالنسبة لنا عنده دوري أبطال أفريقيا وهو الأهم. كيان النادي الأهلي فوق الأشخاص، شعار النادي الأهلي فوق الأشخاص، لم نتحدث عن أي شيء، وكنا مركزين في لقاء الإياب للنجم الساحلي. نادي الأهلي كان متأخر بهدفين مقابل هدف، لو شفتوا كل الصحف التونسية كانت بتتكلم ازاي، وكل الصحف التونسية اتحدت حول النجم الساحلي، حتى الترجي التونسي اللي جماهيره ماسكة فريق النجم الساحلي بعد الهزيمة بستة، وشغالة في تقطيع وشغالة في كلام عشان خسروا بنتيجة ثقيلة، ولكن قبل اللقاء كانوا وراء النجم الساحلي. لو شفت جريدة الصباح، جريدة الشروق التونسية، كل وسائل الإعلام في تونس حتى القنوات كلها، حتى من هو ضد النجم الساحلي وهو مع ترجاوي، ترجاوي أفريقاوي، بكل كلمة كان وراء النجم الساحلي. هو ده اللي احنا كنا موجودين هنا في قناة النادي الأهلي. انت حضرتك منتظر مني ان انا اقول لسيادتك ان كابتن حسام البدري هيلعب رامي ربيع مكان حسام عاشور عشان يحل أزمة وسط الملعب، وهو ده اللي حصل. كنت منتظر مني حضرتك ان انا اقول لك ان محمد هاني هو اللي هيكون في المركز الايمن، وادي جريده الصباح التونسيه وازاي كانت بتساند النجم الساحلي، بنعرض لحضراتكم الكلام اللي احنا بنقوله. انت حضرتك منتظر مني ان اقول لك ان مؤمن زكريا ازاي بيقدر يتحرك في خلف الباكات، وازاي يقدر يستلم بالقدم اليسرى، وشفت مؤمن زكريا وعمل اسيست رائع، 2 اسيستين لازارو
وواحد بالقدم اليسرى اللي احرز منه الهدف الثاني، وواحد بالقدم اليمنى اللي احرز بيه الهاتريك وكان يتقدم للنادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. هو ده اللي احنا كنا مركزين فيه، طريقه تحضير الكابتن حسام البدري. كنت حضرتك منتظر مني ان اقول لك لما رحت التمرين شفت الكابتن حسام البدري بيفكر ازاي وبيركز ازاي، ومستني من جمهور الدعم وانه يتكلم على دعم الجمهور، وان الجمهور هو العامل الرئيسي والمحرك الرئيسي للنادي الاهلي في مباراه مصيريه تصل للنادي الاهلي باللقب التاسع في دوري ابطال افريقيا. حضرتك منتظر مني ان انا اقول لسيادتك من 1982 النادي الاهلي مشواره لم يكن سهلا، لم يكن سهلا، وفي النهائي كسب وفاز على كوتوكو الغاني. وكنا بنتكلم مع نجومنا الكبار وذكرياتهم مع دوري ابطال افريقيا وازاي كانوا بيواجهوا السحر وبيواجهوا الشعوذه وبيواجهوا والمخاطر اللي كانوا بيشوفوها. افريقيا لم تكن لسه افريقيا اللي موجوده الان، ما كانش فيه تكنولوجيا، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه حتى اكل كويس، وكان النادي الاهلي يتخطى الصعاب عشان يصل باول بطوله لدوري ابطال افريقيا في 82. حضرتك منتظر مني ان اقول لك في عام 81 النادي الاهلي وصل للسيمي فاينال وكان هيقابل شبيبه القبائل الجزائري، ولكن لولا اغتيال واستشهاد الرئيس السادات الاهلي انسحب من هذه البطوله، وكان الاقرب بهذا الجيل اللي كان فيه نجوم كبار من اجمل نجوم الكره المصريه، كابتن مصطفى عبده، كابتن الخطيب، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مختار مختار، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، كابتن شوبير، نجوم كبار انا مش عايز انسى حد، لان طبعا لو قعدت اتكلم على هذا الجيل هنفضل نتكلم لغايه امتى. علاء ميهوب نجوم كبار، شريف عبد المنعم نجوم كبار جدا، وكلهم كباتن على راسنا من فوق، هم من صنعوا تاريخ ومجد النادي الاهلي. حضرتك منتظر مني ان اقول لك ان بعد بطولة 83 النادي الأهلي سيطر على بطولة أبطال الكؤوس ثلاث سنوات متتالية 84 85 86، وأقول لحضرتك الإنجاد النادي الأهلي في هذه البطولة واحتفاظه بالكأس، وأقول لحضرتك إن في 87 النادي الأهلي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز عن الهلال السوداني، وكان آخر ماتش واعتزال كابتن الخطيب كان تتويجه في هذا اللقاء. وأقول لك وأكمل لك إن في 93 94 الأبطال الكؤوس وتكملة منذ 2001 وعودة النادي الأهلي لدوري أبطال أفريقيا، ثم كيف النادي الأهلي استطاع أن يتغلب على كل الصعاب اللي بيواجهها من أول بطولة في 82 وحتى بطولة 2017. كنت بتكلم حتى مع ضيوفي في استوديو التحليلي في استاد الأهلي قبل اللقاء، كانوا بيتكلموا بيقولوا النادي الأهلي عنده مشكلة أن أحمد فتحي هيغيب وأن حسام عاشور وأن وأن وأن، وقلت لهم واحتديت قلت النادي الاهلي نجم الساحلي هو اللي عنده مشكله انه ازاي يوقف اوراق هجومه، ازاي ازاره لعيب مهم، ازاي وجود صالح جمعه، ازاي وجود اجاي، ازاي وجود اللاعب علي معلول، والتوليفه اللي موجوده من عمرو السوليه ورامي ربيع في وسط الملعب. هو ده اللي احنا قدمناه لحضراتكم في الفتره الماضيه عبر قناه النادي الاهلي، ورساله لكل محب وجمهور النادي الاهلي ان احنا ورا شعار الفريق، فريق النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وايضا عندنا برنامج ملوك الصالات، كابتن هيثم السعيد بيدعم كل الالعاب الاخرى، احنا هنا لما بيجي لنا اي خبر عن الالعاب الاخرى بنقول كل التفاصيل، ما بنسيبش همسه، ما بنسيبش لحظه الا ما بنكون موجودين مع فريق النادي الاهلي. تركيزنا مع فريق النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هو ده اللي خلانا مع فريق النادي الاهلي، احنا لم نتجاهل اي مرشح ولكن كنا على الحياد. لما اعرض للمهندس محمود طاهر ندوته في النادي الاهلي وسط الاعضاء الجمعيه العموميه، ايضا لما اعرض وجود الكابتن خطيب في النادي الاهلي ان احنا مركزين مع بطوله دوري ابطال افريقيا. ويحسب مره اخرى لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري انه بعد الانتخابات عن اللعيبه، ونتمنى ان يستمر هذا الموضوع. النادي الاهلي عنده لقاء الذهاب النهائي امام الوداد المغربي تحدد يوم السبت المقبل، فلازم يستمر هذا الدعم وهنمشي على نفس النسق. احنا مش محتاجين غير النادي الاهلي يكسب بطولات، هو ده اللي احنا عايزينه، مش موضوع محتاجينه، احنا عايزين، هو ده ما نتمناه من قناه النادي الاهلي. احنا صوت جمهور النادي الاهلي، صوت ونبض النادي لعشاق النادي من الملايين في كل مكان في العالم. احنا ما بنخاطبش جمهور النادي الاهلي في مصر، بسم الله ما شاء الله بنتكلم اكتر من 80 مليون اهلاوي، ولكن في كل مكان في العالم عندنا نسبة مشاهدة ونسبة متابعة، لأننا بنتحدث عن شعار نسر نادي الوطنية،
نصر نادي الأهلي، وهو الشعار أربع حروف وهي كلمة النادي الأهلي اللي دايما احنا وراه، ودايما احنا ورا هذا الجمهور العظيم اللي بننقله كل لحظة، ودايما كنا القناة اللي بتتكلم عن عودة الجمهور، اللي بتتكلم على أهمية الجمهور، اللي نقلت لحضرتك جمهور النادي الأهلي هو موجود في ملعب التتش وقد ايه فرق مع فريق النادي الأهلي في ماتش الترجي. نقلنا لحضرتك وجود الجمهور في رادس ولفتت روح الفلنة الحمراء شيء لا نفقده أبدا، وفعلا كان لها مفعول الساعة أمام كل جمهور نادي الترجي وكل الجماهير التونسية في رادس. والنادي الأهلي تفوق على النجم الساحلي في لقاء الإياب وفاز وعاد بالانتصار، ثم ذهب إلى النجم الساحلي تأخر بهدفين دون هدف، ولكن احنا بعدنا موضوع الانتخابات على جنب وحطينا مصلحة فريق النادي الأهلي، لأن احنا هنا ما بنبصش إلا على المصلحة. تحدثنا على موضوع عماد متعب، وبعض الصحف اللي سابت كل شيء بيحدث داخل النادي الأهلي، سابت كل الكلام من الناحية الفنية وتجهيز النادي الأهلي وحوارات الكابتن حسام البدري وإزاي هيفكر في حل مشاكله الفنية، وتحدثت إن في أزمة ما بين متعب والنادي الأهلي، وشارك عماد متعب ودي نو متعب نو بارتي بلس 90، ونزل عماد متعب وصرح وقال ما فيش أي مشكلة ما بيني وبين الكابتن حسام البدري، والموضوع مجرد إن لاعب بقيمة عماد متعب يريد أن يشارك، ولكن وجهة نظر الجهاز الفني اللي بيحاسب في الآخر هو شايف إن عماد متعب له فترات معينة بيشارك فيها. هذا الجمهور ثالثة شمال جمهور النادي الأهلي، مش جمهور السيلفي، جمهور قعد يشجع النادي الأهلي طوال 90 دقيقة حتى في لقاء الترجي التونسي حينما كان النادي الأهلي متأخر بهدفين، كان هو صوته ونبضه اللي رجع النادي الأهلي مرة تانية للتعادل، وكان كفيل بأن النادي الأهلي يطلع منتصر. الست أهداف اللي حضراتكم شفتوها مع وجود هذا الجمهور هو اللي خلى النادي الأهلي يصل إلى الرقم 6. لفكرة النادي الأهلي لو بيلعب النجم الساحلي زي ما حضراتكم شفتوا في بطولة 2012 و2013 من غير جمهور كان الأمر هيبقى بشكل مختلف تماما. لو حضراتكم تتذكروا النادي الأهلي كان بيلعب القطن الكاميروني في السيمي فاينال 2013، كنا بنلعب في الجونة من غير جمهور وكسبنا بضربات جزاء، بالرغم ان القطن الكاميروني مش بقوة النجم الساحلي. انت بتكسب فرقة مرعبة بالنسبة للفرقة التونسية ومرعبة بالنسبة لكل فرق افريقيا، بتكسبها بست اهداف عشان وجود الجمهور. جمهور بيديك حافز، بيخلي اللعيبة تطلع اكتر طاقة ممكنة ممكن يطلعوها. لو شفت صالح جمعة وهو مصاب وقد ايه تعبان، وهو مصاب مش تعبان عشان الإصابة، تعبان انه مش عايز يغزل هؤلاء الجمهور العظيم اللي موجود في ملعب برج العرب، لان الناس دي جت ناس مشيت 4 كيلو واكتر من كده عشان تحضر النادي الأهلي. في قصص، ناس جاية من الصعيد، ناس جاية من أسوان، ناس جاية من المنيا، ناس باتت، ناس نامت في الصحراء عشان تحضر وتشوف النادي الأهلي هو بيكسب وبيصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. هو ده دورنا في قناة النادي الأهلي. أنا مش بدافع عن قناة النادي الأهلي، أنا بتكلم عن الحقيقة الواضحة اللي باينة للناس. إحنا هنا بنشتغل بمهنية، بنتكلم في أشياء. إحنا قعدنا نتكلم على وليد أزارو، وفي الآخر وليد أزارو أنتوا شايفين بعد ما أحرز الهاتريك بقى عامل إزاي بالنسبة لقلوب جماهير النادي الأهلي. بالأخص تكلمت كثيرا عن أهمية ودور وليد أزارو وأهمية ودور مؤمن زكريا وأهمية ودور كل الطرق الفنية للكابتن حسام البدري. تكلمت عن إزاي الكابتن حسام البدري النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في مصر عنده مخطط أحمال على أعلى مستوى هو أنيس الشعلالي، وكان في هذه الفترة كان كل القنوات وكل الناس بتنتقد في الشعلالي إن هم مش فاهمين الشعلالي بيتكلم عن إيه. معلش هنا اللي دارس واللي شاف غير اللي بيتكلم على الملأ. انتوا جايبين لنا واحد ليه وليه جايبين لنا واحد تونسي في الجهاز الفني؟ ولكن الراجل اللي جابه كابتن حسام البدري عارف امكانياته كويس قوي، وديكوا شفتوا فيه كل الفرق اللي النادي الاهلي بيلعبها تفوق البدني، وخاصه بص الشوط الثاني انت مخلص الماتش، النجم الساحلي عامل ازاي، ماتش الترجي رايح جاي انت مخلصه عامل ازاي، ماتش المصري البورسعيدي انت مخلص في فاينل وفي الوقت الاضافي عامل ازاي، وهو ده تفوق انيس الشعلالي. قلت لحضراتكم ان الدكتور هاني اخصائي التغذيه، محدش كان يعرف اصلا ان في اخصائي تغذيه في النادي الاهلي، ولكن قناه النادي الاهلي هي اللي قالت ان في اخصائي تغذيه في الجهاز الفني للنادي الاهلي. احنا بنعرض لحضراتك كل حاجه بتحصل جوه النادي عشان سيادتك تستمتع، اول حاجه تفخر بفرقتك، تعرف كل حاجه حقيقيه
تحدث داخل النادي، القناه الوحيده اللي بتعرض لحضرتك التمارين عشان تستمتع بنجومك وتشوف قد ايه هم بيستعدوا. اخش مع حضراتكم على اخبارنا. دي كانت رساله، وفي اخر هذه الرساله: الاهلي فوق الجميع، فوق المحمودين، سواء محمود طاهر او كابتن محمود الخطيب، مهندس محمود طاهر او كابتن محمود الخطيب، الاهلي فوق الجميع. ده شعارنا هنا داخل قناه النادي الاهلي. كاف بيخسر النادي الاهلي بموعد النهائي زي ما قلت لحضراتكم. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان تحدد السابعة مساء السبت المقبل موعدا لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحضراتكم عارفين أن الوداد كان تغلب على اتحاد العاصمة في الدور قبل النهائي، والنادي الأهلي تغلب على النجم الساحلي. المدير الفني للوداد حسين عموتة من المدير الفنيين اللي كان عندهم تجربة مهمة جدا في الدوري القطري وقدر السد القطري للعديد من الألقاب. وفي نفس الشيء هو واجه النادي الاهلي في المجموعه، النادي الاهلي تاهل كثاني المجموعه وكان الوداد هو المتصدر. النادي الاهلي نجح في الفوز على الوداد بهدفين، والوداد نجح في الفوز على المغرب بهدفين. والنادي الاهلي في نفس السياق بيطلب رسميا حضور 70,000 متفرج في خطاب رسمي الى الامن. وسياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان هو ارسل خطاب رسمي الى الاجهزه الامنيه مشيرا ان فور انتهاء مباراه النجم بدات المفاوضات مع الامن على زياده عدد الجماهير، وبينتظر مسؤول النادي الاهلي قرار الامن. وبنتمنى ان الامن يسمح ان كل ملعب برج العرب يتفتح لجمهور النادي الاهلي. الجمهور اللي حضراتكم شايفينه هو مفعول السحر. الناس بتتكلم على السحر وبتتكلم على العفاريت. النادي الاهلي بيكسب بالسحر الجمهور، بالشياطين الحمر اللي في الملعب واللي في المدرج، هم دول اللي بيكسروا الدنيا، هم دول اللي بيعملوا التوليفه اللي حضرتك في الاخر بتشوف النادي الاهلي وروح الفانله الحمراء جايه من الجماهير، هي اللي بتخلي اللعيب هو اللي يكسر الدنيا. واسمعوا حضراتكم الهتاف قبل ما اكمل كلامي. أكمل كلامي مع حضراتكم. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع بيدي رسالة إلى كل لعيبة النادي الأهلي وأيضا جمهور النادي الأهلي بأنه لا يوجد استهانة تماما ويرفض الاستهانة بفريق الوداد المغربي. وفريق وصل لدوري أبطال، لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ما ينفعش استهين بيه. فريق يمثل النادي فريق الوداد المغربي بيمثل المغرب، والمغرب على أعتاب كأس العالم، منتخب المغربي على اعلى مستوى، فريق الوداد المغربي الان الكره المغربيه بتعيش فتره كويسه جدا، فاز على النادي الاهلي في المغرب، فما ينفعش استهين بيه. فريق وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، ما ينفعش استهين باي خصم، وده دائما وابدا شعار النادي الاهلي. ايضا اتكلم على الروح العاليه اللي موجوده في فريق الوداد المغربي، وقال ان متمنين طبعا الفوز على فريق الوداد المغربي ان شاء الله في ذهاب دوري ابطال افريقيا وايضا في اياب دوري ابطال افريقيا باذن الله. الوداد بيصل الى القاهره يوم الخميس، والعطوشي بيغيب عن مواجهه الاهلي. محمد طلال المتحدث الرسمي باسم الوداد المغربي قال ان بعثه فريقه هتصل القاهره يوم الخميس المقبل تمهيدا لمواجهه النادي الاهلي الاحد المقبل في ذهاب دوري ابطال افريقيا، واوضح ان فريق الوداد ما بيعنيش اي من الايقافات او الغيابات قبل مواجهه الاهلي باستثناء اللاعب امين العطوشي اللي خد بطاقه حمراء في لقاء فريقه امام اتحاد العاصمه الجزائري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وده اللي كسب اتحاد العاصمه بثلاث اهداف مقابل هدف. ففي ازمه بين لاعبي الوداد والاداره بسبب المكافئات، وقال ان في بعض اللعيبه احتجوا على الاداره عشان ما خدوش مكافاه التاهل للنصف النهائي، وفاز خلالها كان من اول ما فازوا على صن داونز. وقالت الصباح المغربيه، صحيفه الصباح المغربيه قالت ان تصرف اداره الوداد اثار استياء اللاعبين معتبرين ان ده امور شخصيه. وعلى فكره كل الكلام ده ولا تاخدوا منه تماما، هتلاقوا فريق الوداد قدام النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص، وما فيش ازمات وما فيش الكلام ده كله هياثر فيه. عندهم اللاعب وانداما، عندهم اللاعب ابراهيم النجاش، عندهم الخضروف وابو نبيل، يعني عندهم لعيبه ومدير فني
كفء كل الكلام دوت ولا تاخدوا منه تماما. ده هيكون الوداد المغربي هنبتدي نتكلم عليه في الحلقات التانية بقى بأكثر استفاضة، وهنجيب لحضراتكم كل لمسة وكل ما يخص فريق الوداد المغربي إن شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا كان موفقنا في الفترة الماضية سواء في الدوري أو سواء في دوري أبطال أفريقيا في إن احنا بننقل لحضرتك كل حاجة بتحصل داخل الملعب، طرق اللعب، التكتيكات، ازاي فريق المنافس بيبقى عنده طريقه لعبه، وايضا خطط واسلوب لعب الكابتن حسام البدري للتغلب على هؤلاء الخصوم. خلينا نروح ل 16 محترف اللي ضمهم هيكتور كوبر في قائمه المنتخب عشان وديه الامارات، ودخل فيها اللاعب عمرو مرعي لاعب فريق النجم الساحلي. على فكره عمرو مرعي بعد اللقاء كان في ود ما بينه وما بين لعيبه النادي الاهلي، خلى جمهور النادي الاهلي مش هقول لك يتعاطف معاه، ولكن في اي لعيب بيلعب ضد النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيبقى الى حد ما يعني متحفز. ولكن ما فعله عمرو مرعي بعد اللقاء وروحه الجميله اللي كانت ما بينه وما بين لعيبه النادي الاهلي خلت جمهور الاهلي الى حد كبير يتقبل عمرو مرعي لعيب محترف وهو بيلعب في فريق النجم الساحلي، وبنتمنى له كل التوفيق لاي لعيب مصري بيلعب في اي فريق خارج مصر. الارجنتيني هيكتور كوبر ضم 16 لاعب، خلينا اقول لحضراتكم عظام الحضري من التعاون السعودي، احمد المحمدي استون فيلا الانجليزي، محمد عبد الشافي من اهلي جده، حجازي من ويست بروميتش، والنني من ارسنال الانجليزي، صلاح من ليفربول، كوكا سبورتنج براجا، وعمر جابر من بازل، كهربا من اتحاد جده، عمرو جمال بيدفست جنوب افريقيا، تريزيجيه قاسم باشا التركي، وعمرو ورده يعود مره ثانيه اتروميتيس اليوناني، كريم حافظ من لانس الفرنسي، رمضان صبحي ستوك سيتي، وسام مرسي ويجن، وعمرو مرعي من النجم الساحلي. على فكره سام مرسي في اخر اللقاءات لعب كمساك واجاد كتير جدا في هذا الشان. اتكلم حضراتكم في موضوع يعني حدث اليوم، احسن لاعب في العالم وجائزه احسن لاعب في العالم. لكن قبل ما اتكلم على الجائزه ومين كسب ومين خسر والكلام ده كله، يا جماعه التنظيم حاجه تانية، الناس دي بتفكر صح. لو بصيت على طبعا هم راحوا عملوا الحفله في لندن في انجلترا وعملوها في احد المسارح، ولو بصيت في الحضور مفيش لعيب ليه قيمه في الكره الاوروبيه لم يكن حاضرا، ودي حاجه مهمه جدا ولفته جميله جدا ان هم لا ينسوا احد. يعني بص اللي قدم جائزه مثلا افضل حارس مرمى بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وبيتر شمايكل ده يعتبر اضافه لكره القدم العالميه. بيتر شمايكل ده اول واحد عمل وضع النجمه، وضع النجمه ده بيعمله حراس اليد عشان يقفل المرمى في حاله الانفرادات، وكل الحراس بعد كده خدوها منه، منهم نوير ومنهم بوفون ومنهم حراس كتير جدا، كان بيتر شمايكل هو علامه هذا الامر. فبيتر شمايكل هو اللي قدم جائزه افضل حارس. ايضا مين اللي قدم جائزه افضل لاعب؟ اثنين ظواهر في كره القدم، رونالدو الكبير افضل من لعب راس حربه في تاريخ الكوره، ومارادونا فكت الكره العالميه الموهبه الكبيره، حتى وهما الاثنين وهما بيقدموا مع بعض تحس ان في حاجه جميله، في دويتو جميل جدا ما بين اثنين من ظواهر الكره العالميه. ايضا طريقه العرض، طريقه الاداء، ادي الاثنين، ادي مارادونا الكبير وادي اللاعب دييجو مارادونا مع انفانتينو، ادوا كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم، أدي وراه دوايت يورك. لو قعدت أعد لك الناس اللي موجودة في دوايت يورك ده كان نجم مانشستر يونايتد ولاعب ترينداد وتوباجو، أدي ميسي اللي شكروا كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو عشان أتكلم عليه هو محتاج حلقات، ولكن ببساطة كده كريستيانو رونالدو هو نموذج الكفاح والتفاني من أجل الوصول إلى القمة. الراجل عنده هدف إنه يبقى أحسن لعيب في العالم. الراجل ده عنده موهبة، ولكن أكثر واحد بيشتغل على نفسه هو كريستيانو رونالدو، أكثر واحد بيجي على نفسه في التمرين وبيهين نفسه هو كريستيانو رونالدو. شوف هو عمل إيه مع منتخب بلاده وخد بيهم كأس أمم الأوروبية، خد الكأس الأوروبية دي بيتر شمايكل يظهر في الكاد، خد الكأس الأوروبية رقم 12 دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، وكان هو العامل الأساسي والمرجح. آدي داني ألفيش، آدي ميسي وراه مارسيلو، حاجة جميلة جدا. شكر كل الناس، شكر ميسي، كريستيانو رونالدو شكر ميسي، لأن لولا ميسي لم يكن كريستيانو، ولولا كريستيانو لم يكن ميسي. واحد بقاله 11 سنة بيطلع على هذه المنصة
كالأفضل في العالم وياخدها للمرة الخامسة. حاجة تبين لك قد إيه إن ده نموذج. بصوا شكل المسرح، بصوا شكل التنظيم، بصوا شكل قد إيه إنك ما بتسيبش حاجة للهفوة. لازم نتعلم من هذا الأمر. إدوا كل رينييري بيقدم جائزة أفضل مدرب اللي خدها المدير الفني زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب، بيتكلم عن أسرته، بيتكلم عن زمايله في منتخب البرتغال، بيتكلم عن زمايله في ريال مدريد، بيتكلم على أن أنا مبسوط بوجودي ما بين مارادونا ورونالدو الكبير. واحد طلع اتكلم الأول أنا هتكلم في البرتغالية عشان شعبه، شعب البرتغالي يفهمه، وبعد كده اللغة الإنجليزية. كريستيانو بيتكلم 5-6 لغات على فكرة، ودي حاجة عادية بالنسبة لأي لاعب محترف، وده من الحاجات اللي تبين لك قيمة وشخصية كريستيانو. أدي أنفنتينو على فكرة نجمنا محمد النني كان موجود في الحفل نجمنا المصري. وأقول لحضراتكم غير انبهاري بالتنظيم، وأنا بطالب شركة بريزنتيشن إن احنا عايزين حفل أفضل لاعب في مصر وأفضل فريق في مصر وأفضل مدرب في مصر يكون أنتوا. كان في عندنا ناس موجودة في هذا الحفل، تشوف الحفل كان ماشي إزاي، ونحاول ناخد منه ازاي ان احنا نكرم كل اللعيبه الكبار. يكون الحفل متواجد فيه كل النجوم يا جماعه. النهارده في فرانك لامبرد، في هاري كين نجم توتنهام، انا شفت نجوم كتيره جدا، اندي كول كان موجود نجم مانشستر يونايتد، في نجوم كبار، ولكن احنا عندنا هنا النجوم بتتنسي. ادي زانيتي موجود، روبرتو كارلوس، انا بتكلم حضراتكم اللي ورا الصوره بس لو سمحتوا بس ايه تقف، انا لو قعدت كده ابص لك على الناس اللي ورا اللي موجوده في الحفل. وجودها في الحفل ده تكريم. كان في كافو نجم منتخب البرازيل، دي حاجات من الحاجات اللي تبين لك. يا ريت بس يا جماعه بعد اذنكم تقعدوا لي المشهد عشان بس اقول للمشاهدين ان تواجد القيم والرموز في التكريم حتى وجودهم دعوتهم ده اكبر حاجه تحسسه قد ايه هو كان ذي قيمه في الكره العالميه. احنا محتاجين من الشركه دي. بص يا جماعه دي روبرتو كارلوس، قبل اللي جنبه ده فرناندو ييرو، فرناندو ييرو ده نجم منتخب اسبانيا ونجم ريال مدريد، ورا روبرتو كارلوس كافو واحد من اعظم من لعب في الجانب الايمن في الكره العالميه وخد كاس العالم مع البرازيل 94 و2002. لو جملنا جنبه دوايت يورك اللي كان بيلعب مع اندي كول نجوم مانشستر يونايتد اللي خدوا ثلاثيه في 99 مع السير اليكس فيرغسون. في كل كادر مع صور هذه البطولة وهذه عفوا هذه الحفلة هتلاقي نجم من النجوم. احنا عايزين لما نيجي نعمل حفلة بهذا الشكل في جائزة أفضل لاعب نشوف النجوم الكبار، عايزين نشوف النجوم اللي أدت للكرة المصرية. أدي أنفنتيني والمدير طبعا رئيس جمهورية الفيفا وهو بيدي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو عظمته قد ايه بقى شيك وشياكه، وقد ايه بقى تتفرج على الشياكه اللي موجوده في نجوم الكوره، وقد ايه هم مبسوطين وجايين بيحضروا يشوفوا مين افضل لاعيبه الهولنديه ليبكي مارتينيز اللي قادت منتخب هولندا انها تاخد بطوله اوروبا. افضل مدرب طبعا زين الدين زيدان. ادي هاري كين اهو موجود في الكادر، وادي بيتر شمايكل الحارس العظيم لمانشستر يونايتد اللي قدم جائزه افضل حارس اللي خدها جيان لويجي بوفون. ادي مارسيلو، وادي نيمار، وادي داني الفيش، وكان في تواجد كبير. مودريتش كان موجود، توني كروس كان موجود. افضل بقى هقول لحضراتكم افضل 11 لاعب في العالم. افضل مدربه للسيدات الهولنديه سارينا ويجمان او فيجمان عشان نقولها باللغه الهولنديه اللي خدت مع منتخب هولندا للسيدات بطوله اليورو. جائزه بوشكاس افضل هدف كان احرزه الفرنسي اوليفييه جيرو، وهدف كان جميل جدا وقال ان هو سعيد انه يكون موجود وسط هذه الكوكبه. مشجعين سلتك خدوا افضل مشجعين، عملوا دخله 360 عشان كان 50 سنه على فوز سلتك باول بطوله دوري اسكتلندي. على فكره برضو جمهور دورتموند يعني من وجهه نظر البعض لما استضافوا موناكو بعد الحادثه اللي تعرض ليها حافلة دورتموند في التفجير، واستضافوا جمهور موناكو عندهم وقعدوا وعلى لغاية لقاء اللي كان ما بينهم في دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج الموسم الماضي، دي كانوا برضو كانوا أولى أن هم ياخدوا هذه الجائزة، ولكن الجائزة راحت لسلتك من ناحية الجماهير. جماهير اللاعب النظيف التوجولي فرانسيس كوني. فرانسيس كوني ده عمل إيه؟ فرانسيس كوني ده بيلعب ماتش فأحد اللعيبة بلع لسانه. الراجل ده هو
اللي ربنا جعله سبب انه يطلع لسانه من بلعومه عشان ما يبلعش. اللي بلع لسانه دي بيبقى اللسان دخل القصبه الهوائيه فبيمنع ان هو يتنفس، ما يقدرش يتنفس فبيتوفى. وشفنا مارك فيديان فوي نجم منتخب الكاميرون ادي في هذا الكادر بقى زانيتي وكارلوس، برضه ارجع لحضرتك ادي دوايت يورك وفرناندو ييرو، نجوم نجوم. افضل اجيب لك نجوم يا جماعه، ده جابوا الراجل الممثل بتاع اكس مان، الراجل الاصلع اللي كان دايما بيطلع كده على كرسي متحرك. كل طبعا الشباب اللي بتسمعني وبتشوفني هو اللي بيقدم جايزه من الجوائز، يعني حتى نجوم الفن كانوا موجودين. احنا عايزين نشوف حفله في مصر بهذا التنظيم، احنا قادرين. احنا شفنا على فكره النادي الاهلي في حفلته في الشيخ زايد وتكريم الالعاب الاخرى، صراحه كنا منبهرين. عايزين نشوف حاجه زي كده في كره القدم ونتمتع به الناس اللي موجودة عندنا ونتمتع بالنجوم القدام. احنا عندنا نجوم كتير جدا ما خدوش حقهم في التكريم، فوجودهم بس في حفلة التكريم أفضل لاعب في مصر وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعيبة والكلام ده كله يبقى شيء إضافي جدا وإيجابي جدا للكرة المصرية. خليني أروح للتشكيلة الأفضل. طبعا أفضل حارس يوان ليجي بوفون، حارس من الحراس اللي لا تتكرر كثيرا وهنفضل نفتقده كثيرا بعد اعتزاله، حارس مرمى فريق اليوفي اللي وصل بيه للنهائي وخد الدوري الايطالي معاه. خط الدفاع داني الفيش اللي كان لابس بدله غريبه جدا 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 وهتبقى طبعا مسار سخريه السوشيال ميديا. سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد كالعامل اللي كان مش عارف بقى التاسع على التوالي موجود فيه كافضل مدافع. ليوناردو بانوتشي مدافع نادي الميلان واليوفي السابق اللي وصل مع اليوفي لنهائي دوري ابطال اوروبا. مارتشيلو مدافع او الباك الايسر للريال وتعود مره ثانيه. داني الفيش باك يمين البرازيل ومارتشيلو باك شمال البرازيل. ارجع حضراتكم لو تفتكروا روبرتو كارلوس برضو باك شمال ريال مدريد، وكافو كان باك شمال الميلان ونادي روما، وتعود الزهراء او الباكات البرازيليين للسيطره على الكره العالميه. خط الوسط ريال مدريد وبرشلونه، مفيش احرف من كده. توني كروش جنبه مودريتش جنبه انيستا، يعني ثلاث اسامي لو برضو محتاجين حلقات. واحد زي توني كروش تحس كده بالاناقه الالمانيه وهو بيلعب، ما عندوش مسباس، راجل على اعلى مستوى ذكي جدا. لوكا مودريتش موهبه كرواتيه فظيعه فذه، مش هتلاقي زيها كتير، بتحطه في اي مكان في الملعب بيلعب. اندريس انيستا واحد له حرفنته هو، واحد له اسلوبه هو، واحد يقول لك قد ايه انا موهبه ورسام خط نجوم او الهجوم بقى اللي فيه كريستيانو رونالدو افضل لاعب، ميسي موهبه فظيعه غير طبيعيه، ونيمار دي سيلفا اللاعب اللي انتقل من برشلونه الى باريس سان جيرمان. هم دول افضل 11 لاعب في العالم، وادي امام حضراتكم رونالدو الكبير ودييجو مارادونا بيدوا كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم وتستحقها يا دون. بيفوز الدون كريستيانو رونالدو بجائزه افضل لاعب، ده كان اخر خبر معايا النهارده حتى القاكم تحياتي. ما تنسوش دايما الاهلي حديد، ما تروحوش بعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.